هذا جيل لم يعيش الحرب العراقية الإيرانية 80-88. هذا الجيل ما عاش غزو دولة الكويت 90، ما عاش الانتفاضة الشعبانية 1991 وما حصل في أكثر من 15 محافظة في العراق، ما عاش الجوع مال الحصار الاقتصادي، هذا كلهن ما عاشن. هذا فتح عينه الحكومة محاصصة والحكومة فاسدة، وهذني هو اثنينهن مع نشأة وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانت معطلة في العراق تماما وارتبط بكل العالم، وبالتالي خبراء صاروا في متابعة كل الأحداث في كل العالم، وصارت عندهم ثقافة عالية جدا من خلال هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح جيل رافض للمحاصصة، رافض للطائفية، رافض للطريقة التي تلجأ إليها القوى السياسية في احتكار السلطة، بمعنى قانون الانتخابات انفصل عليكم، المفوضية انفصل عليكم، المناصب بالدولة انفصل عليكم، الجيش لكم، الشرطة لكم، الأمن لكم، المخابرات لكم، الاستخبارات لكم، دوائر الدولة لكم، الوزارات لكم، أدت أشبقيتوا للمجتمع بس أردفتهم. فبالتالي كانت هاي النهضة، الثورة، الانتفاضة، سمها ما شئت، أنا ما أقدر أنطيها توصيف، هي احتجاج وطني حقيقي على مرحلة تعد من أفسد مراحل الحكم في تاريخ العراق، على الأقل من فترة الحكم الملكي 1920 إلى الوقت الحاضر.